السلام عليكم. خليني نتكلم اليوم عن أديسون ديزيز. كديفينيشن إله, it has a defect in the adrenal cortex causes doesn't secrete the cortisol hormone. لأن هو عبارة عن خلل صار عندنا بالأدرينال كورتكس يسبب عدم إفراز هرمون الكورتيزول. شلون تصير هذه العملية؟ عندنا الهايبوثالامس, الغدة تحت المهاد أو تحت الوطاء, هذه تفرز هرمونات الشائعات من عدها الخمسة. من ضمن هذه الهرمونات هرمون نسميه كورتيكوتروبين ريليزينج هرمون. أغلب الهرمونات اللي تطلع هي ريليزينج هرمون, ريليزينج هرمون. أكو إنهيبيتينج بس الشائعات ريليزينج هرمون. طلع الكورتيكوتروبين ريليزينج هرمون, راح وين؟ نزل للانتيريور بتويتر جناد, الغدة النخامية, حفزها على إفراز هرمون آخر نسميه ACTH اللي هو أدرينو كورتيكوتروبين هرمون. طلع هذا ACTH من الانتيريور بتويتر جناد, راح وين؟ راح للأدرينال كورتكس, حفز الأدرينال كورتكس, قللها إفرزيلي, حفز الرسبترات اللي موجودة على السيال ممبرين مالتها, قللها إفرزيلي كورتيزول هرمون. زين, احنا بهاي الحالة ايش عندنا؟ عندنا ديفكت, عندنا خلل بالأدرينال كورتكس, فالأدرينال كورتكس doesn't respond to the stimulating هرمون, ما راح تستجيب نهائيا للACTH لأنه عندها خلل. فبالتالي الACTH ايش حيسوي؟ راح يروح يسوي نيجاتيف فيدباك, اوكي, المن للهايبوثالامس او للانتيريور بتويتري. احنا عندنا نوعين من النيجاتيف فيدباك, عندنا شورت وعندنا لونج. اللونج طلاب هو اللي يروح للهايبوثالامس, للابي, اول غده يروح لها يقول لها يابا طلعي لي ريليزينج هرمون, طلعي لي ادرينو كورتيكوتروبين ريليزينج هرمون, وهذا راح يروح للانتيريور بتويتري. ومن بعدها وين راح يروح؟ من الانتيريور بتويتري طلع لنا اي سي تي اتش مره لوخ, ويروح للأدرينال كورتكس يرجع من جديد يفرز بعد أكثر, تمام؟ هذا اللونج, شغلة طويلة. راح طلعنا بعد ACTH أكثر, وإجا هذا ACTH وأيضا سوى ريسبونس للريسبترات اللي موجودة بالأدرينال كورتكس, ونفس القضية أيضا ما تحفزت لأنه بيها ديفكت وبيها فايلور, خلل. فبهاي الحالة راح تستمر هذه الوضعية طلاب إلى أن يصير عندنا accumulation of the ACTH, صير عندنا in the blood. زين, فراح يصير عندنا تراكم كميات كلش هوايه من الاي سي تي اتش بالدم. زين, هذا ايش راح يسوي لنا؟ هذا راح يسوي لنا مشكله عويصه, مشكله اخرى راح يسوي لنا. شلون؟ الاي سي تي اتش, خلينا نجي لاول نوع السيل مالته, نوع الخليه مالته, الخلايا طلاب اللي هي كروموفوبس. هذا النوع مال الاي سي تي اتش هي كروموفوبس. شنو يعني كروموفوبس؟ يعني لا هي مثلا, لا هي اسيد, يعني لا هي اسيد سيل, ولا هي مثلا بيزوفيل, ولا هي اسيدوفيلز, يعني مو لا هي حامضية ولا هي قاعدية, تكون between them. اوكي, سايتوبلازم مالت هذه الخلايا تكون يعني متعادلة بين هذني. هذا طبعا كنوع الخلية مالته اللي موجودة بالانتيرير بتويتر جلاند. نجي للكيميكال ستراكشر مالته, التركيب الكيميائي مال الاي سي تي اتش, هو عبارة عن ديريفيتيف بيبتايد, عبارة عن بيبتيدات مشتقة, بروتينات وامينو اسيد والى اخره, بروتينات مشتقة بيبتايد. زين, فهذا ككيميكال ستراكشر مالته. شلون دي يتكون عندنا هذا ال ACTH؟ عبارة عن الريلاتيف بيبتايد تطلع لنا, او الريليتيد بيبتايد هذا تطلع لنا قالب, هذا القالب نسميه POMC. POMC طلاب راح يطلع لنا قالب مثل ما قلنا, قسم من هذه القوالب نسميه ACTH, من ضمن هذا الـ POMC اللي هي نسميها Big ACTH راح يطلع لنا ACTH, قسم لا راح يطلع لنا لايبوبروتين اللي هو إندورفين ولايبوبروتين, قسم راح يطلع لنا ACTH وأيضا ميلانوسايت هرمون اللي هو MSH. فالمهم, فهذا هو ككيميكال ستراكشر إله. نيجي بعد أعمق, نجي للـ ACTH نفصله بعد أكثر. الـ ACTH contain تقريبا 39 أمينو أسيد, 39 حامض أميني يحتوي بالكيميكال ستراكشر مالته. هذني 39 طلاب, أول 24 أمينو أسيد, أول 24 حامض أميني هذني يكون أكتف, يكون فعالات يشتغلن, آخر 15 يكون inactive. أوكي, يعني ما نقدر نستفاد من عدهن, ما يكونن شغالات نهائيا, يعني وجودهن من عدم وجودهن سوية, تمام؟ فأول 24 أمينو أسيد طلاب يكونن شغالات,
وهذه طبعا نستفاد من عدها بتصنيع الأدوية. لما نجي نصنع ICTH ما يحتاج نسوي 39 حامض أميني، وإنما يكفي أنه نطلع 24 حامض أميني نصنع، ولا 15 هذني ما نصنعهن أصلا وما نتعب نفسنا لأنه أصلا هن already inactive. تمام، فهذه تمام. هسه اتفقنا أنه 24 حامض أميني عندنا موجود بمن؟ بالACTH، بالchemical structure of the ACTH. أول 13 حامض أميني من هذني الـ 24 طلاب يكون المشابهات المن؟ مشابهات للـ MSH، مشابهات للأحماض الأمينية الموجودة بالchemical structure مال الـ MSH اللي هو الميلانوسايت هرمون. تمام، الميلانوسايت هو عبارة عن هرمون يحتوي على صبغة الميلانوسايت اللي هي تحول اللي هي خلينا نقول pigmentation، يعني صبغة سوداء تخلي السكن يعني يتحول من الوايت او من البراون الى شنو، الى داركر، مور داركر. هذه صبغة الميلانوسايت اللي احنا نعرفها. هرمون الـ MSH طلاب يتشابه بالكيميكال ستراكتشر مال منو؟ مال الـ ACTH. احنا عندنا بالبلاد ستريم، قلنا نرجع للموضوع الاساسي مالتنا، انه بالبلاد ستريم عندنا هواية ACTH متراكمات كلش هواية بسبب النيجاتيف فيدباك. زين، هذني ايش راح يسوون؟ هذني راح يشتغلن الـ ACTH شغل الـ MSH الميلانوسايت. اوكي، راح يشتغلن شغل الميلانوسايت. لذلك يجيك المريض يقول لك دكتور اني كنت يعني كانت لون بشرتي طبيعي، بس لما تمرضت تحولت بشرتي من اللون الابيض اوكي صارت للون الاسود، يعني وجهي اسمر، بشرتي اسمرت. شنو السبب؟ انت هنا مباشره حتفتهم انه عنده متراكم، انت اوريدي تعرف انه متراكم عند الاي سي تي اتش، فالاي سي تي اتش يشتغل شغل منه، شغل الميلانوسايت، فبالتالي راح تصير البشره مور داركر، مسوده اكثر، يتحول وجه المريض من ابيض اوكي الى ايش، الى اسود، يعني يكون مسود اكثر. فهذه هو الديفكت، وهذه العمليه كلها طلاب نسميها اديسون ديزيز. اتمنى وصلت الفكره.